السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء الشادية من نجمينا، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذه الأمسية، والتي أبدأها بقراءة هذه البرقية والمرسومين الرئاسيين. برقية من رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك مملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يسعدني أن أعرب لكم باسم الشعب التشادي وحكومته، وأصالة عن نفسي أن أحر التهاني مشفوعة بأطيب التمنيات والتبريكات، داعيا المولى العلي القدير أن يعيده عليكم وعلى أسرتكم الكريمة بوافر الصحة والسعادة، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والرفاهية، وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركة. ولكم منا خادم الحرمين الشريفين والأخ العزيز كل المودة والتقدير، وكل عام وأنتم بخير. إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، رأس الدولة. مرسوم رئاسي رقم 1430 باقتراح من وزير الشباب والرياضة والترفيه. المادة الأولى: عين الموظفون الآتية أسماءهم في مناصب المسؤولية التالية بمكتب وزير الشباب والرياضة والترفيه: إدارة مكتب الوليم إبراهيم، خلفاً للسيد أحمد محمود حمدان الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المستشاران: السيد طاهر جمعة توغو، واحتفظ بمنصبه السيد إبراهيم موسى يوسف، خلفاً للسيد أليفة يونس محمد. المادة الثانية: على كل من وزير الشباب والرياضة والترفيه وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة له، ويدخل حيز التنفيذ ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، كما يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 31 أغسطس 2017، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رقم 1431 باقتراح من وزير المياه والصرف الصحي. المادة الأولى: عين السيد أحمد إسماعيل أريم مدير للصندوق الوطني للمياه. المادة الثانية: على وزير المياه والنظافة ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا في 31 من أغسطس 2017، توقيع إدريس ديبي إتنو. استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية ومبعوث رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى كل على حدة. كان ذلك بحضور مساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. تقرير الزميل عثمان عبد الغني إدريس. تولي الحكومة التشادية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو اهتماما دائما من أجل السلامة وصحة اللاجئين والنازحين المتواجدين في المعسكرات والمخيمات التشادية. وفي ذات الإطار التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي نائب رئيس الوزراء البلجيكي وزير الخارجية السيد ديدي رانييرس الذي قام بجولة إفريقيا الساحلية. أقب دولة مالي وصل المسؤول البلجيكي إلى تشاد وزار مخيمات اللاجئين المتواجدين بإقليم البحيرة، ومن ثم التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من أجل مناقشة قضايا ومشاكل اللاجئين والنازحين ووجود الحلول اللازمة، كما تطرقا إلى توطيد العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين التشادي والبلجيكي. المقابلة التي استغرت حوالي نصف ساعة سمحت لنائب رئيس الوزراء البلجيكي وزير الخارجية مناقشة المواضيع الاجتماعية كالصحة والتعليم والبنية التحتية التي تعتبر من أهم وأكبر احتياجات اللاجئين والنازحين. وبعد اللقاء صرحت ديدي رانييرس للصحافة بأنه ناقش مع فخامة رئيس الجمهورية ملفات تتعلق ببعض القضايا الإفريقية، مضيفا بأن اللقاء كان ناجحا يقضي مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين لا سيما اللاجئين والنازحين. أما اللقاء الثاني جمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالبرلماني كاي موسكيت المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، يحمل رسالة خاصة من الرئيس فوستين أركانش تويدرا إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تتعلق بتقوية وتعزيز العلاقات بين البلاد وأفريقيا الوسطى في مختلف المجالات خاصة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية. أبرمت